بسم الله الرحمن الرحيم وبه نستعين وصلى الله وسلم على سيدنا محمد النبي الكريم. أخواتي الفضيلات أهلا وسهلا بكم. فيديو سريع السريع، حبيت فقط أشارك أخواتي مشروع ابني، راني نخدم له في المشروع، نشارككم به. أكيد الوسائل، ورق مقوى، هذه اللي عندها، هذه غراء، مقص، كرتون كما هذا، علبة تاع المواد الغذائية ولا أحذية ولا اللي توفر عندكم العلبة، وراح نخدم. الحقيقة قلت له أنه يرسم هذا الشكل وحده ما قدرش، أيا بديت أنا ورسمت هذا الشكل، ودوكا راح فقط نقصه. دوكا بعد ما انهينا شكل الشجره، واش راح نجي نرسمو هاك الورود، انا نرسم له به، لازم الاولاد ثاني يشاركوا، انا نرسم له، هو رسمت له نموذج، وهو اللي عاود يرسم عليه شحال من وحده. هيا عاود ارسم من هي الجهه الاخرى، هكا حط هاك اصبعك وارسم هكا بطريقه. دوك الاخوات هذا بعدين نزيد ندير قدو تماما، بصح مش قد الجذع كامل، نصه فقط. شوفوا البنات، فتحتوا هكا لغاية 2 سنتيمتر فقط، هذا البنات جبت هذه، ديرها أرضية كيما هكا ونقسمها في الوسط هكا. ها بسم الله، هاك هاني قسمتها، وكان لصقها بالبيستولي ولا بالغراء انتوما بيوا عندكم، انا لصقتها هكا. لهنا الاخوات وين درت، وين شقيت هذاك الشق، دخلت هذا ودرت اللي ساعدتني البيستولي، يعني يكون غراء عادي يكون ما تلصقش، اللي ساعدتني هي البيستولي. واش نجي ندير، بصح حتى نغلف هذه، كي نغلف هذه نجي ونوقف هذه هك فقط، به توقف لي هكا، به توقف هك هكا، اي واقفه، بصح حتى نغلفوها. دوك التغليف وذاك مهمة يحيى يغلفها. جبنا البنات هذوك الاوراق كيما راهم هكا، لصقناهم من هذه الجهه وما من هذه الجهه باه نغطيو، دوك نكملوا شويه لهنا، ومن بعد نجيبوا هذوك هذا وين مكتوبين ابي واخي وهذا كنلصقوه. هذه هي دوكا انا خلصناها، واش راح نجيو نلصقوها، نجيو نلصقوها فقط في الحامل تاعها باه تدي الشكل مليح. هكا هكا، وتكون الشجرة تاعنا واجدة مساجية هكا. كنصورها لكم هكا، ان شاء الله يكون عجبتكم المشروع تاع ابني. الى هنا نقول لكم الى اللقاء، نلتقي في فيديوهات اخرى بحول الله.